اجل على طاري مقالب عبيد تو وادي الدواسر ونعم فيه ونعم بكل الديار وكل القبائل الموجوده، لكن طلع عليه قصه مويضي البرازيه. ايه مويضي البرازيه هذا طول عمره الله معطيها جمال الصوت ولا سرحه بلبل تقوم تغني. ايه فغنت ابعرها توالفها، سبحان الله دائما انا شفت الوالد ابوي الله يطول عمره ويطول اعماره ابوانك ويرحم موات منهم، الى دائما اشوف ابوي قام يسرح بلبل، اجهل بعض الامور انا اشوف يغني اقول ايش عنده ابوي يغني بس طلبل، اثر سبحان الله البل تحب جمال الصوت. الدليل على هذا الرسول عليه السلام كان في احد القوافل انجشه كان يغني بس طلبل، ليش يطرب البل؟ فقام التمايل البل من طلب صوت انجشه، فالرسول خاف على النساء ان يطيح من ظهور البل على الهوادج. صح كان النساء على هوادج البل الهوادج، فخاف النساء يطيح، فقال رفقا بالقوارير يا انجشه، هذا دليل على ان البل تحب جمال الصوت. جميل. فكانت المويضه تغني لبعرها ولا من غنت بعرها كلها تجمعت عليها. لكن في مشكله ثانيه، اذا غنت بعر جيرانها هجت لمها. فتضايقوا هل البل اللي حولها. قالوا لها يا مويضي لا عمك تغنين. قالت والله انا بغني عند بعري بس صدر بعر، انت مسرح عني بعيد. هم ابعدوا ولكن غنت المويضي، هم ما يسمعون المويضي لكن شوف البل تشوش تهج. هذا دليل على كلام اللي هو الدكتور خالد التركي، خالد عبد الله التركي تكلم عن الموضوع هذا، ان البل تسمع 10 اضعاف البشر. يعني لو انسان يسمع بعد كيلو البل تسمع بعد 10 كيلو، حتى الشم عنده بالامطار تشم بعد الامطار مسافات. هذا في ميزه بالبل. ذكر بالقران افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، فيها ميزه في بعضهم الى الان ما شافوا فيها الميزات بالبل. وكانت مويضي المهم راحهم تضايقوا، راحوا لما الشيخ بالديره وقال يا شيخ احنا نجمع بعرنا ولمن البل جمعناها وزانت حالها، غنت مويضي هجت البل لمها. قالوا ندن مويضي. يوم جت مويضي قال الشيخ انك لا عمرك تغنين. قالت ابشر، المهم ابعدت عنهم وسرحت عنهم بعيد. فهي تعودت البل انها تجمع عليها وتوالف، وقامت البل تحن، تضايقت البل ان مويضي ما غنت. فيوم غنت مويضي تجمعت بعيرة والفتها، لكن شافت بعير جيرانها بعد جيت هاجة، هي ما بعدت عنهم، لكن معناته ان البل تسمع 10 اضعاف. سبحان الله. فتضايقوا ثاني مره، راح لما الشيخ قال يا شيخ ان مويضي ما مسكت العهد. قال يا سلامه، سلامه هذا جلاد عند الشيخ. ايه قال خذ العصا يعني هوز عليها لا تضربها، بس ان سلامه يمكن سمع غلط، وراح لما مويضي يوم جاء مويضي على طول ما تكلم، ضرب مويضي مع راسه طاحت مويضي. لا اله الا الله. رجع لما الشيخ خلى مويضي. مويضي عقب ما صحت ولا ما عندها الا شجره وتزحف تجي تحت الشجره ولا الطير يوم وقع على اشجره. تبون القصه ولا نخليها بعد فاصل؟ كم؟ كم؟ قصيده عفوا. بيمدينا يا شباب؟ شديتها. تفضل. استانس واحد من ايه. فطول عمره هي يوم شافتها الطير على الشجره فما عندها طير تكلم معها، فقالت يا سعد عينك بالطراب يا حمامه يلي على خضر الجرايد تغني الله 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 عزيل عينك وين درابك سلامه خلاك مثلي الحمامة والنين كسر ضامي كسر الله ضارب شو حطاه بالحجابين يقول انه مروحين امامه الله يغرب الدير تاقشر العين وان كان يودك بالطراب والسلامه عليك بالفرع ديار الوداعين دخيلهم محد على الحق ضامه ولو هو فقير الحال ما يلحق دين. الله 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 ما شاء الله. عزانك يعطيك العافيه اخونا وحبيبنا محسن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله قولوا ما شاء الله. هذا ماكل الحبوب حقت